في خطوة تعكس أهمية دور العراق في المنطقة ودبلوماسيته الساعية إلى تذليل العقبات بين الدول وفتح آفاق التعاون المشترك، ينطلق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة السبت ليشكل منعطفاً جديداً في علاقات العراق مع دول الإقليم والعالم. 9 دول مهمة وفاعلة تشارك في المؤتمر، وهي الأردن، السعودية، الكويت، تركيا، إيران، قطر، الإمارات، مصر، وأخيراً فرنسا التي تعد الدولة الوحيدة من خارج المحيط الإقليمي التي تشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي سيكون لها حضور أيضاً في قمة بغداد، إلى جانب الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة 20. تلك الدول ستحضر القمة بصفة مراقب. مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يعد نقطة تحول جديد في السياسة الخارجية، ويخط مسارات دبلوماسية لتقريب وجهات النظر ما بين دول الجوار، ليكون العراق نقطة تلاقي لا تقاطع. مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة سيركز على ملفات مهمة، ومن ضمنها الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول المشاركة، لكونها ترتبط بعلاقات ومصالح مشتركة، الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى زيادة التنسيق والتعاون الاقتصادي وخلق تشابك جديد لغرض تسويق السلع والبضائع والتبادل التجاري.